السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أي استفسار قبل ما نبدأ؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اللي احنا كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند نظام الأوامر الإنتاجية، وانتهينا من نظام الأوامر الإنتاجية، وعرفنا ازاي كمان لما يكون عندي فروق تحميل احملها ازاي لما تكون جوهرية على الإنتاج التام وعلى الإنتاج تحت التشغيل. الإنتاج التام سواء تم تسليمه للعملاء أو لم يتم تسليمه بعد. هنبدأ النهارده مع بعض الجزء الخاص بنظام المراحل الإنتاجية. لو حبينا نفرق سريعا ما بين الأوامر والمراحل، احنا كنا قلناها قبل كده، نلخصها تاني مع بعض. في نظام الأوامر لا يتم الإنتاج إلا بعد وصول طلب أو أمر من العميل بيحدد المواصفات المطلوبة والكمية المطلوبة. أما في نظام المراحل الإنتاج بيكون فيه للسوق. الإنتاج بيكون للسوق حسب خطة إنتاجية تعد في بداية كل فترة، زي الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، البترول، الحديد، ديت ما بيكونش فيها نظام أوامر. في نظام الأوامر الإنتاج غير نمطي، يعني غير متشابه، ما فيش أمر إنتاجي يشبه أمر إنتاجي آخر. كل عميل بيكون له مواصفات الامر اللي هو عايزه. اما في نظام المراحل الانتاج بيكون فيه نمطي متجانس او متشابه، ويكون تكلفه الوحده غالبا متساويه على مستوى كل مرحله. في نظام الاوامر الانتاج او مواصفات المنتج غير محدده، والانتاج ليس بالحجم الكبير. اما في نظام المراحل مواصفات المنتج محدده بدقه، وده بيتناسب مع الماس برودكشن او الانتاج بحجم كبير. دي الفروق الاساسيه بين الاوامر والمراحل. طيب، لما اجي اتكلم على تكاليف المراحل معناها الانتاج بيمر بعده مراحل انتاجيه. كويس. اما اجي اتكلم على تكاليف المراحل في مفهوم اسمه الانتاج المتجانس او الوحدات المتجانسه. يعني ايه انتاج متجانس او وحدات متجانسه؟ الانتاج المتجانس معناها كل الوحدات تامه الصنع في المرحله الحاليه زائد ما يعادله الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. يبقى الانتاج المتجانس عباره عن كل الانتاج التام او كل الوحدات التامه. الانتاج المتجانس عبارة عن كل الوحدات التامة زائد الوحدات تحت التشغيل ما تساويه الوحدات تحت التشغيل من انتاج تام. يعني ايه الكلام ده؟ مثال بسيط نفهم منه يعني ايه انتاج متجانس. بيقول لي لو تم بدأت الانتاج على 2000 وحدة، يبقى انا بدأت الشغل بتاعي في البداية وانا بصنع 2000 وحدة. تم خلال الفترة 1500. معناها ان لسه في انتاج تحت التشغيل قيمته او عدده 500 وحده. قال لي بمستوى اتمام 40%. يعني انا كملت في الانتاج ده 40%، يعني باقي له 60% عشان يبقى انتاج تام. فبقول الانتاج المتجانس هنا عباره عن ايه؟ ال 1500 بالكامل انتاج متجانس، كل واحده زي الثانيه. زائد اخد ال 500 وحده لانتاج تحت التشغيل اخر الفتره، اضربهم في نسبه الاتمام او الاكتمال اللي هي ال 40%. 500 ضرب 40% بتساوي 200. 200 زائد 1500 بيساوي 1700 وحده متجانسه. اذا الانتاج المتجانس بيساوي 1700 وحده. يبقى الانتاج المتجانس يعني كاني بقول ايه؟ ال 500 دول مستواهم 40%، لما اضرب 500 في 40% بيساوي 200. كأني بقول بدل ما كنت تبدا انتاج على 500 وحده وتوصلهم بس لدرجه اكتمال 40%،
لو كنت اشتغلت على 200 وحدة كنت كملتهم بالكامل. يعني كأن 500 وحدة مستوى إتمامهم 40% يعادلوا 200 وحدة مستوى إتمامهم 100%. يبقى الإنتاج المتجانس عبارة عن 1700 وحدة. يبقى دايما الإنتاج المتجانس عبارة عن إيه؟ أنا بعيد تاني أهو، كل الإنتاج التام اللي هو ال 1500 بالكامل زائد آخد الإنتاج تحت التشغيل وأضربه في نسبة الإتمام. ما يقول لي هنا الباقي 500 وحدة إن مستوى إتمامها 40% يبقى آخد ال 500 ضرب 40% عبارة عن 200. 200 زائد 1500 عبارة عن 1700 وحدة متجانسة. معنى كده ال 2000 وحدة اللي عندي 1500 اكتملوا يعني وصلوا 100% و500 وحدة وصلوا فقط لمستوى 40%. يبقى تاني الإنتاج المتجانس عبارة عن كل الإنتاج التام زائد ما يساويه الإنتاج تحت التشغيل من إنتاج تام. يبقى كل الانتاج التام زائد ما يساوي الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. مهم جدا اعرف التعريف بتاع الانتاج المتجانس. طيب علشان اطلع التكلفة بتاع الوحدة المتجانسة والانتاج اللي اكتمل كام واللي تحت التشغيل اخر الفترة كام، بعمل تقرير اسمه تقرير الانتاج او تقرير التكاليف لكل مرحلة. عندكم في الملخص او التقرير هتلاقوا في احدى المصانع عندها اكتر من مرحلة. انا مش هجيب لكم اكتر من مرحلة، انا يهمني مرحلة واحدة بس، فاللي انا بشرحه لكم ده اللي تركزوا عليه لو سمحت فقط. خطوات اعداد تقرير التكاليف، خطوات اعداد تقرير التكاليف. تقرير التكاليف بيتعمل على خمس خطوات. الخطوة الأولى تحديد التدفق الإنتاج المادي أو الفعلي للمرحلة بصرف النظر عن مستوى الإنتاج. يعني مثلا لو رجعنا للي فات ده لازم أقارن أنا بدأت الشغل على كام وآخر الفترة كان عندي كام، لازم يكونوا متساويين كوحدات بصرف النظر عن نسبة الإتمام. يعني أنا بدأت الإنتاج على 2000 وحدة، يبقى أول الفترة كان عندي 2000 وحدة. طب آخر الفترة 1500 اكتملوا و500 ما زالوا تحت التشغيل، مش الـ 1500 والـ 500 عبارة عن 2000؟ يعني أنا لما أقول مش هجيب مرحلة أو شركة فيها مرحلتين، يعني ينفع أجيب لكم أربع مراحل؟ ركزوا الله يكرمكم، ما تصعبوش الأمر على نفسكم. اللي انا بقوله ده اللي تركزوا عليه. يعني لو بدأنا تاني الانتاج على 2000، بدأنا الانتاج على 2000، بدأنا الانتاج على 2000، طب في اخر السنة او في اخر الفترة كان الانتاج اللي انتجته كام؟ قال لي ال 2000 دول عبارة عن 1500 اكتملوا و500 لسه ما اكتملوش، مش ال 1500 زائد ال 500 عبارة عن 2000؟ يبقى هو ده أول مرحلة. يبقى المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى اللي هي تدفق الإنتاج الفعلي لازم أوازن ما بين الإنتاج بتاع أول الفترة وآخر الفترة. أنا بدأت إنتاج على أول الفترة 2000 وحدة، آخر الفترة لازم تسلم لي ال 2000، تسلمني ال 2000 وحدة تقول لي هما كام؟ تقول لي والله 1500 اكتملوا و 500 ما اكتملوش، ال 1500 زائد ال 500 هم ال 2000. اثنين، تحديد الانتاج المتجانس للمرحله. اتفقنا قلنا الانتاج المتجانس عباره عن ايه؟ كل الانتاج التام زائد ما يساويه الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. يعني هاخد الانتاج تحت التشغيل اللي هو 500 وحده واضربه في نسبه الاتمام اللي هي 40%. بعد كده احدد اجمالي تكاليف المرحلة. طب مش انا حددت رقم 2 الانتاج المتجانس كم وحدة، رقم 3 حددت التكلفة قد ايه بتاع المرحلة، اقسم بعد كده رقم 3 على رقم 2 عشان يطلع لي الوحدة المتجانسة كام.
يعني هقسم بعد كده رقم 3 التكلفة على رقم 2 عدد الوحدات المتجانسه عشان يطلع لي متوسط تكلفه الوحده المتجانسه كام. اخر خطوه تكلفه الانتاج اللي اكتمل كام واللي ما اكتملش قد ايه. يعني انا عايز اعرف في اخر مرحله تكلفه ال 1500 كام وال 500 كام. تعالوا ناخد مثال ده في المحاضره هو 21 ونبدا نقول المثال ده واحده واحده مع بعض. الله يكرمكم ركزوا معايا. يقول افترض ان الوحدات التي بدأ عليها التشغيل خلال المرحلة س في فترة التكاليف 10,000 وحدة. يبقى انا بدأت شغلي على 10,000 وحدة. لازم اسلمك في اخر الفترة ال 10,000 دول حصل فيهم ايه؟ اللي تم منها خلال الفترة 8,000 وحدة. وتحت التشغيل 2,000 وحدة. يبقى اللي تم 8 وتحت التشغيل 2000، 8 و2 بيساوي كام؟ ال 10. يبقى الوحدات اللي بدأ عليها التشغيل كان 10,000. اكتمل منها خلال الفترة 8 واللي ما زال تحت التشغيل 2000، 8 و2 ادي 10 وانا بادئ ب 10، كويس. خدوا بالكم بقى من اللي جاي. اللي تحت التشغيل ال 2000 دول المستوى اتمام 80% من المواد. يعني ال 2000 وحده دول خدوا 80% من احتياجاتهم في المواد. يعني باقي لهم الفتره الجايه 20% من هذه الاحتياجات. و 60% من تكاليف التحويل. مش انا بقول تكاليف التحويل عباره عن الاجور والتكاليف الغير مباشره. يعني كان الانتاج دلوقتي كأن الإنتاج اللي هم ال 2000 وحدة عبارة عن بياخدوا تكاليف منين؟ بياخدوا تكاليف من المواد ومن الأجور ومن التكاليف الصناعية غير المباشرة، ما دي عناصر التكلفة. قال لي بالنسبة للمواد هم خدوا 80% من المواد. وخدوا 60% وخدوا 60% من تكاليف التحويل. بيقول لي إذا علمت أن التكلفة المنفقة خلال الفترة مواد 38,400 فهو مديها لي معطى، وتكاليف تحويل اللي هي الأجور والتكاليف الغير مباشرة 18,400. عايز تقرير إنتاج وتقرير تكاليف عن تلك المرحلة. طيب واحدة واحدة كده بقى. قال لي أول حاجة نبدأ الخطوة الأولى اللي إحنا قلناها شافها من شوية. تقرير الإنتاج المتجانس أو تقرير الإنتاج بصفة عامة. أنا بدأت شغل أول الفترة عن قد إيه؟ 10,000 وحدة. ما كانش فيه أول الفترة تحت التشغيل، كل اللي اشتغلته الجديد 10,000. طب في آخر الفترة ال 10 دول عباره عن 8 اكتملوا و 2000 ما اكتملوش او اجماليهم برضه 10. يبقى انا بدات شغل على 10,000 وانهيت الشغل بتاعي، قلت لكم ال 10,000 ايه اللي حصل فيهم؟ 8 اكتملوا و 2000 ما زالوا تحت التشغيل. ده الخطوه الاولى. طيب الخطوه الثانيه تحديد الانتاج المتجانس. تحديد الانتاج المتجانس. الانتاج المتجانس هنا نوعين. الانتاج المتجانس هنا نوعين. انتاج متجانس وفقا للمواد وانتاج متجانس وفقا لتكاليف التحويل. ليه؟ لان بيقول لي الانتاج تحت التشغيل اخر الفتره خد 80% من المواد وخد 60% من التحويل. يبقى لازم افرق، لان كل هيبقى معناها الانتاج تحت التشغيل لازم افرق كام وحده متجانسه من المواد وكام وحده متجانسه من تكاليف التحويل. ركزوا معايا، اخدها خطوه خطوه. اروح اعمل جدول. الجدول ده بيكون فيه وحدات الانتاج الفعلي. مش اخر الفتره انا عندي 8 مكتملين و2000 غير مكتملين. واحده واحده كده مع بعض. الثمانيه دول انتاج تام. وال 2000 دول انتاج تحت التشغيل، ده معطى. طيب نيجي على المواد.
هما ال 8000 وحده المكتملين خدوا كم في الميه من المواد؟ مش احنا اتفقنا قلنا لما الوحده تبقى مكتمله يبقى خدت 100% من جميع التكاليف، يبقى خدت 100% من المواد وخدت كمان 100% من تكاليف التحويل. يبقى ال 8000 وحده دول كلهم وحدات متجانسه للمواد والتكاليف التحويل. اللي يفرق مين؟ ال 2000 اروح جاي على المواد. هما ال 2000 وحده اللي هما تحت التشغيل يمثلوا كام وحده متجانسه من المواد؟ اروح واخد ال 2000 واضربها في نسبه الاستفاده من المواد. تمام؟ يبقى ال 2000 وحده تحت التشغيل يمثلوا 1600 وحده متجانسه من المواد. طب ال 2000 وحده تحت التشغيل يكلفوا يمثلوا كام وحده متجانسه من تكاليف التحويل؟ يبقى ال 2000 ضرب 60% اللي هي نسبه الاتمام اللي هديها لي من التحويل. 2000 في 60% يبقى 1200 وحده متجانسه من تكاليف التحويل. طيب تعالوا بقى كده واحده واحده. اذا اجمالي الوحدات المتجانسه من المواد كام؟ اقول له عباره عن ال 8000 المكتملين زائد ال 1600 اللي هم ال 2000 في 80% يبقى انا عندي 9600 وحده متجانسه من المواد. طب تكاليف التحويل نفس الحكايه، ال 8000 وحده كاملين الانتاج التام زائد 1200 وحده من الانتاج تحت التشغيل، يبقى اجمالي الوحدات المتجانسه من تكاليف التحويل 9200 وحده. اعيدها تاني بحدد ازاي الانتاج المتجانس. يبقى الانتاج المتجانس عباره عن كل الانتاج التام زائد الانتاج تحت التشغيل في نسبه اتمامه. طب ما هو الانتاج التام 8000 وحده، يبقى ال 8000 وحده دولت كلهم وحدات متجانسه من المواد ووحدات متجانسه من التحويل، لان الانتاج التام خد نصيبه بالكامل من المواد ومن تكاليف التحويل. طب تحت التشغيل اخر الفتره؟ لا، التكاليف الاضافيه مش تكاليف التحويل. التكاليف الاضافيه ده الغير المباشر بس، اما تكاليف التحويل هي الاجر المباشر زائد التكاليف الاضافيه. يبقى تكاليف التحويل هي الاجر المباشر زائد التكاليف الاضافيه. طب وحدات الانتاج تحت التشغيل اخر الفتره اللي هم ال 2000 بيمثلوا بقى هنا اللي بتسال تقول احنا جبنا من 100%، اما الانتاج يبقى كامل يبقى نسبته كام في الميه؟ 100%. لما يكون تحت التشغيل يبقى اقل من 100%. جبنا ال 80% منين وال 60% منين؟ دي معطى. يبقى ال 2000 وحده كام وحده متجانسه من المواد؟ يبقى اضرب في نسبه الاتمام بتاع المواد. وال 2000 وحده دول كام نسبه كام وحده متجانسه من التحويل؟ يبقى ال 2000 في نسبه تكاليف التحويل، نسبه الاتمام من تكاليف التحويل. يبقى الجدول ده طلع لي ان انا عندي 9600 وحده متجانسه من المواد و 9200 وحده متجانسه من تكاليف التحويل. عشان كده تاني اهو تفسير ال 100%، لو الانتاج اكتمل ده بيدل على انه خد نصيبه 100% من كل حاجه سواء مواد او اجور. طيب الخطوه الثالثه، تقرير التكاليف بيحدد لي التكاليف قد ايه؟ طب ده معطى. هو مديني تكلفة المواد 38400 والتحويل 18400، لو جمعتهم مع بعض يديني اجمالي التكلفة 56800. طب الخطوة الرابعة، متوسط تكلفة الوحدة كام؟ ركزوا معايا قوي في الجزئية دي، لأن الموضوع سهل جدا. هو أنا أنتجت كام وحدة متجانسة من المواد؟ أو أرجع الجدول 9600 وحدة.
طب ال 9600 دول تكلفتهم كام؟ تكلفتهم 38 و400، يبقى الوحده بكام؟ اروح واخد تكلفه المواد 38 و400 على عدد الوحيات المتجانسه بتاع المواد 9600 بتساوي 4 ريال لكل وحده متجانسه. يبقى كل وحده متجانسه مكلفاني كام؟ هتساوي تكاليف المواد، تكاليف المواد المباشره تقسيم عدد الوحدات المتجانسه من المواد. ليه بنقسم؟ اللي بتسال، اما يكون عندي 9600 وحده مكلفني كلهم 38400، يبقى الوحده الواحده مكلفاني كام؟ اشتريت 5 جوالات ب 5000 ريال، الجوال بكام؟ اخد ال 5000 ريال على الخمس جوالات، يبقى الجوال الواحد ب 1000. يبقى انا بقسم عشان اطلع متوسط تكلفه الوحده المتجانسه من المواد كام؟ كل وحده متجانسه انتجتها مكلفاني مواد قد ايه؟ طب تكاليف التحويل هي الخطوة الثالثة فيها مشكلة، الخطوة الثالثة معطى. أنتوا بتسألوا هل ننفذ الخطوة الثالثة ولا لا؟ بالله عليكم الخطوة الثالثة فيها إيه؟ ده معطى، ده رقم بكتبه وخلاص هو معطى. متوسط تكلفة الوحدة من تكلفة التحويل كام؟ أروح جايب تكلفة التحويل 18 و400. 18 و400. جزاك الله خير يا أخي فهد. 18 و400 تقسيم عدد الوحدات المتجانسة من تكاليف التحويل. أنا عندي كام وحدة متجانسة من التحويل؟ 9 و200. إجمالي تكلفة التحويل كام؟ 18 و400. يبقى الوحدة الواحدة بكام؟ 18 و400 تقسيم 9 و200، يبقى الوحدة المتجانسة مكلفاني 2 ريال لكل وحدة متجانسة. يبقى كل وحده متجانسه اللي بيسال جات 60% منين؟ اي والله 60% تكاليف تحويل 80% من المواد معطى في التمرين. يبقى انا وصلت الى ان الوحده الواحده من المواد اما يجي الاختبار ربنا يحلها، تكلفه الوحده الواحده من المواد 4 ريال، وتكلفة الوحدة الواحدة المتجانسة من التحويل 2 ريال. طيب نيجي الخطوة الأخيرة. معلش بالله عليكم، بالله عليكم، في حاجات بتبقى يا جماعة ما ينفعش نسأل فيها. يعني الإجمالي ده إحنا جبناه إزاي؟ 8 زائد 2 10. 8000 زائد 1600 9600. 8000 زائد 1200 9200. مش الاجمالي هو مجموع الخانات دي؟ الخطوة الأخيرة. ربنا يصل الحال إن شاء الله. الخطوة الأخيرة. تكلفة الإنتاج التام كام؟ وتحت التشغيل كام؟ مش إحنا طلعنا دلوقتي، مش إحنا طلعنا دلوقتي إن الوحدة المتجانسة من المواد مكلفاني 4، والوحدة المتجانسة من التحويل مكلفاني 2. خلاص تعالوا بقى هنيجي هنا المواد المباشرة وتكلفة التحويل والإجمالي اللي هو مجموعها. أنا عايز أعرف الإنتاج التام كلفني كام؟ أروح سائل سؤال، هو أنت أنتجت كام وحدة إنتاج تام؟ أنتجت 8000 وحدة. طب ال 8000 وحده دول كل وحده مكلفينك 4 ريال مواد، يبقى 8 في 4 ب 32000، و2 ريال تحويل يبقى 8000 في 2 ب 16000، 32 زائد 16 يبقى الانتاج التام مكلفني 48000. يبقى الانتاج التام مكلفني 48000، تمام؟ طيب تحت التشغيل
تحت التشغيل. تحت التشغيل مكلفني قد ايه؟ اقول له طب تحت التشغيل عباره عن 1600 وحده في المواد، جبناها منين؟ ارجع للجدول اهو. تحت التشغيل عباره عن 1600 وحده من المواد و1200 وحده من تكاليف التحويل. 1600 من المواد و1200 من تكاليف التحويل. طب ال 1600 من المواد احنا عارفين ان كل وحده من المواد مكلفاني 4، يبقى 1600 ضرب 4 6400. طب تكاليف التحويل 1200 ضرب 2 2400، يبقى اجمالي تحت التشغيل كام؟ 6400 زائد 2400 يبقى 8800. تمام. اللي بتسأل ولا اللي بيسأل 1600 جت منين؟ أو راجع تاني للجدول. أهو أنا بقى بقول والله أهو. ال 1600 أهي. مش المواد 2000 وحدة عن التشغيل مستواها 80%، يبقى ال 2000 في 80% في 1600. والتحويل مستواها 60%، يبقى ال 2000 في 60% في 1200. يبقى هنا طلع لي ها التكلفة بتاع الإنتاج التام 48000. ربنا ييسر لكم الحال جميعا بإذن الله. يبقى تكاليف تكلفة الإنتاج التام 48 وتحت التشغيل 8800. لو جمعنا بقى كده رأسي إجمالي تكلفة المواد 38400، ده اللي هو مديها لي معطي. أنا عرفت دلوقتي إن 38400 عبارة عن 32000 إنتاج تام و6400 تحت التشغيل. وتكاليف التحويل اللي مديها لي 18400، أدينا قسمتها على الإنتاج التام 16 وتحت التشغيل 2400. وإجمالي التكاليف 56%، ده اللي هي رقم 3 اللي كنت تسألوا عليها، الخطوة رقم 3 38400 18400 ومجموعهم 56800. الحاجة دي ممكن تيجي في الاختبار ازاي؟ بتيجي بطريقة سهلة جدا. لو جيت لكم نفس التمرين وقلت لكم عدد الوحدات المتجانسة من المواد كام؟ تقولوا لي 9600. عدد الوحدات المتجانسة من التحويل كام؟ 9200. تكلفة الوحدة المتجانسة من المواد كام؟ هاخد المواد 38400 تقسيم 9600 يطلع لي 4 ريال. ومن التحويل قد ايه؟ 18400 تقسيم 9200 يديني 2 ريال. واضح يا جماعه؟ واضح ازاي ان انا بشتغل تكاليف الخاصه بالمراحل؟ ده اللي انا طالبه منكم في الجزء الخاص بالمراحل. ده اللي طالبه منكم في الجزء الخاص بالمراحل، ممتاز. لان هتلاقوا تمارين صعبه كتير، تمارين صعبه كتير في التفريغ. فقط اللي انا بقول لكم عليه ده اللي تركزوا عليه لو سمحتوا. مش شرط ان انا اجيب لكم جدول. اقول لكم والله اذا علمت ان، يعني زي مثلا ده راس التمرين من ده نقدر نطلع على طول. عدد الوحدات المتجانسه من المواد كام؟ عدد الوحدات المتجانسه من تكاليف التحويل قد ايه؟ اللي انا بشرحه ده، ده اللي انا ممكن اجيبه. ده اللي انا بشرحه، ده اللي انا ممكن اجيبه. طيب. انا هكتفي بالجزء ده النهارده. احنا كده بالنسبه لنا المفروض فاضل لنا، مستحيل طبعا اجيب لكم كل الخطوات. هو انت اصلا في اسئله مقاليه في الاختبار؟ مفيش اسئله مقاليه في الاختبار. الاختبار كله عباره عن متعدد الاختيار. فممكن اجيب لكم راس السؤال اللي انا قلت عليه واقول والله بعض الاجابات او بعض الاسئله على النقاط اللي احنا خدناها. الامر هتلاقوه اسهل ما انتم بتتصوروا. اسهل بكتير والله. تمام.
انا والله بسهل الاسئله جدا 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 جدا. يا الله يعينكم، ربنا يصلكم الحال يا رب ان شاء الله. هيكون في محاضرات اضافيه، لان احنا قدامنا غير الاسبوع ده قدامنا 3 اسابيع، هيكون في لقاءين اضافيين. لا مش اختبارات، ما فيش اختبارات بعد اسبوعين، احنا لسه في 3 اسابيع غير الاسبوع ده محاضرات. في 3 اسابيع غير الاسبوع ده محاضرات. فهيكون في لقاءين اضافيين باذن الله. ربنا ييسر الحال ان شاء الله، واحاول يكون الوقت ده، ان الوقت اللي بيحكمنا الجدول الخاص بالعماده، هو اللي بيحكمنا في عمليه اللي ايه الجدول المتاح فيه باذن الله. اول ما احددها تكون على المنتدى على طول، اللقاءات بتكون متحددة بالنسبة لكم في المنتدى بإذن الله. بإذن الله في آخر لقاءين هناخد مجموعة من الأسئلة الزيادة على المقرر بالكامل. يعني إحنا بالنسبة لنا عند اللقاء العاشر هنكون مخلصين المقرر بتاعنا. هيكون اللقاء 11 و12 مراجعة فقط. بإذن الله. يلا نراكم على خير بإذن الله اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.